أهلا وسهلا فيك باسل غندور، معنا في هاي المقابلة مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام. في البداية طبعا شكرا لانضمامك لنا اليوم. اسمح لي أنه أبدأ بالتعريف فيك. باسل غندور مخرج ومنتج وكاتب سيناريو أردني، عرف بكتابته وإنتاجه للفيلم الأردني ذيب اللي ترشح لجائزة الأوسكار في عام 2016 عن فئة أفضل فيلم بلغة أجنبية. ولدى باسل غندور اليوم تجربة أولى في إخراج فيلم الروائي الطويل الأول، فيلم The Allies أو الحارة. فباسل، أنتوا على موعد مع العرض العالمي الأول الورلد بريمير لفيلم The Allies في بياتزا جراندي في مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي، طبعاً مع العلم بأنه مهرجان لوكارنو هو يعد أحد أعرق وأهم المحافل السينمائية العالمية، وفيلمك رح ينافس فيه على 3 جوائز. ماذا تعني لإلك هاي الانطلاقة الكبيرة لفيلم الحارة؟ أول شيء شكراً لك مريان، وشكراً للهيئة الملكية للأفلام على الاستضافة والدعم المستمر. أهلاً فيك وشكراً لإلك يا باسل. شكراً. المهرجان لوكارنو بيعني لنا كثير بصراحة. هذا المهرجان له تاريخ طويل، له من 46، وقسم البياتزا جراند بالتحديد شيء مميز. فبالعكس هذا شيء شرفنا وكنقطة انطلاق، ما كانش نقدر نتأمل لشيء أحسن من هيك. يعني هو عرض خارجي بين بيوت قديمة بيوسع 8000 شخص، فيعني في نوع من التوتر. أحسن شاشة ممكن الواحد يحضر فيلم عليها، أحسن سماعات ممكن الواحد يسمع الفيلم عليها. فكتجربة سينمائية ما فيش زيها بالعالم، ما فيش أحلى من هيك مكان إن نحتفل بجهود الطاقم وتعب الفريق. فبالعكس طبعاً، ورح يكون يمكن هلأ اللقاء الأول غالباً مع جمهور أجنبي في مهرجان لوكارنو، ونحن بالنسبة لنا كمان كجمهور منتطلع إن شاء الله لمشاهدة فيلمك The Allies. تحطنا هيك في إطار قصة الفيلم، تخبرنا عن قصة الفيلم. قصة الفيلم مثل ما بتتخيلي من اسم الفيلم، قصة حارة، قصة عدة شخصيات في حارة معينة وقصصهم تتشابك. فأهلها بيعيشوا تحت ضغوطات مختلفة. بالأول نتعرف على شخصية علي. علي معطي الانطباع لأهله لأصحابه وللحارة إنه هو بيشتغل شغل مرتب متكتك مزبط حاله، بس بالواقع هو مثل ما بيقولوا بالعامي خليط أو مخادع. طبعاً هذا سر بخبيه. علي بحب بنت اسمها لانا. لانا بتشتغل مع أمها بصالون فاتحينه ببيتهم مثل ما إحنا عارفين بالحارات، ويعني ما حدش بيعرف عنها العلاقة. فجأة بوصل فيديو لأمها لالانا، أسيل لالانا وعلي، فيديو ابتزازي من شخص مجهول ما بنعرفش مين هو. فعشان ما تنفضح الأم بتروح عند عباس أزعر بالحارة، أو مثل ما بيقولوا ديك بالحارة، وبتطلب مساعدته. طبعاً فيش إشي ببلاش بهذا العالم، فمن هون القصص بتبدأ تتفاوت وتتداخل ومنشوف الأحداث. الفيلم بطولة عماد عزمي، نادر عمران، منذر رياحنة، بركة رحماني، ميس عبد الهادي، فعنا طاقم جميل وغيره من الوجوه الحلوة. تمام. هلا طبعا يعني هو من الواضح ان الفيلم، يعني حضرتك مخرج الفيلم ولكن هو ايضا من كتابتك. فنحن اليوم عم بسمعه منك يمكن على موعد مع ان نحن نشاهد قصه عمانيه معاصره، يمكن اكثر بعمان الشرقيه اذا ممكن انه نقول باحياء عمان الشرقيه. بالنسبه لك الكاتب، يعني ما اهميه انه تحكي هاي القصه اليوم بلغه السينما؟
يعني احنا نبدا من الاول، اقول لك ايش كانت بذره او الفكره الاولى ومن وين تطورت وكيف وصلنا لهذا المكان. بالاول حبيت اعمل فيلم عن حاره او شخصيات في حاره في وقت معاصر مثل ما انت قلتي. هذا كان الاساس. فبلشت اشتغل مع صاحب الي اسمه محمود ابو فرحه، وبلشنا نبحث عن قصص ممكن انها تلهمنا او تعطينا مثلا مثل ما بيحكوا طرف الحبل. فبعد عدة جلسات نحكي عن قصص، يعني أخذت المحتوى خلينا نحكي، واختفيت وقعدت أخلط فيها وأعجنها، ويعني مرحلة الكتابة كتبت مسودة وبرجع لمحمود وبستشيره على المسودة وبنحكي فيها، كمان مرة بنفكر بأفكار تانية وكذا، برجع بختفي وبرجع هذا. فهاي كانت عملية تطوير القصة، كان في يعني هي اتطورت على فترة سنين، فكان في كثير رايح جاي، أنا أخذ الأفكار أشتغلها وأرجع له ونطورها سوا لحتى ما وصلنا المسودة الأخيرة. بس بالآخر كمان كنا راضيين بالقصة. بلشنا نشتغل على تطوير الحوار للتأكيد إنه الكلام يكون واقعي يعني يعني يكون واقعي، بيعكس وركز يعني مثلاً عمان الشرقية تعكس عمان وأهلها الشرقية وحاراتها. تماما تماما طب هلا تماما. باسل، هل في بمرحلة من مراحل كتابة السيناريو مثلا الأحداث كانت مستوحاة من يمكن مواقف أو ظواهر إحنا فعلا بنشوفها بمجتمعنا الأردني، أم كل الأحداث يعني من نسج الخيال زي ما بيقولوا؟ هي خلطت أكثر من شيء. أول إشي مثل ما حكيت الأساس كان قصص نسمعها من بالحارات، ومنها نميمة ومنها وقائع. ف يعني مثل ما بتعرفي النميمة ما مش معروف إذا الإشي بيكون حقيقي أو إنه مبالغ أو إنه كذبي، ولكن الـ القصص هاي بتضلها في روح الحارة، تمام. فهذا الروح احنا حبينا نضل متمسكين فيه، وتأكدنا انه النص النهائي كان في هذا الروح، تمام. بالإضافة كان في مثل ما قلتي من خيالنا احنا ضفنا وطورنا ولكن الأساس هو اللي حكينا عنه هلا. تمام، هل في قضايا مثلا معينة حبيت انك تتطرق لإلها بالقصة بالفيلم، قضايا يعني بنشوفها زي ما قلنا بمجتمعنا، هل في رسائل معينة حبيت تمررها؟ مش رسائل بالتحديد، ولكن فكرة كان بدي أستكشف فكرة القناع أو الشخصية اللي إحنا بنحب إن نورجيها للمجتمع اللي حوالينا. أمرات بتكون هاي الشخصية بتتوافق مع مين إحنا، وأمرات بتكون هاي الشخصية يعني بيكون في نوع من الصراع الداخلي ما بين الشخصية اللي بنحب نورجيها للناس وشخصيتنا الداخلية. ف من غير ما نفوت بكثير تفاصيل كفكرة، هذا الشيء حبيت استكشفه. تمام. طيب هلا باسل، طبعا احنا بنعرف انك بتحمل برصيدك عدد من الافلام القصيره، وهاي كمخرج كانت تجربتك الاولى في صناعه فيلم روائي طويل، تخبرنا عن هاي النقله ما بين القصير والفيلم الطويل. تقريبا كل صناع الافلام بيبدوا بالافلام القصيره، هو مكان الواحد بيقدر يستكشف فيه، بيقدر يجرب اشياء جديده، مسموح له يغلط، وبيقدر يطور من حاله كمان فيها. والحلو كمان في الافلام القصيره انه الواحد بيقدر يشتغل بامكانيات ضئيله، حتى لو صور فيلم على تليفون وسجل الصوت بكيف مكان. هذا مكان تجريبي مهم لكل صناع الأفلام. بالحديث كمان عن تصوير الفيلم، تم تصويره طبعاً في عدة مناطق في عمان، يعني غالباً في عمان الشرقية مثل ما حكينا، كيف كان سير التصوير؟ هل واجهتوا مثلاً تحديات معينة؟ يعني تخبرنا عن هاي التجربة هيك بشكل عام. صورنا احنا في جبل النظيف، اكثر الفيلم كان احداثه او يعني كلوكيشن تصوير هناك واحداثه بتصير في الحي.
ومع مساعدة أهل الحي اللي لولاهم كان ما تمكناش من أي شيء بصراحة بهذا الفيلم، فشكري لهم كلهم، كانوا جزء لا يتجزأ من طاقم الفيلم. تحدياتنا كانت بالعادة تحديات تقنية لوجستية، والفريق كان أدهى بصراحة مثل ما بيحكوا. والمنتجين رولا ناصر ويوسف عبد النبي بصراحة حملوا كثير من هاي الشغلات، وكمنتجين بخبوا مني مرات إيش في مشاكل عم بتصير خلف الكواليس، ف يعني حملوا كثير. هلا مثل ما حكيت في البداية باسل إنه يمكن عملية كتابة السيناريو استغرقتك فترة طويلة ربما سنوات، لأنه نحن كمان نعرف إنه في 2015 كنت معنا في ورشة راوي لكتابة السيناريو اللي بتنظمها الهيئة الملكية للأفلام لكتاب السيناريو من المنطقة العربية بفيلمك ذا أليز. كيف كانت هاي التجربة بالنسبة لإلك؟ هل ساعدتك في إنك تمشي لقدام مع السيناريو الفيلم؟ أكيد، يعني راوي كان أساسي للفيلم، كان أول شيء منشارك فيه من ما كتبنا أول مسودة، فكانت بالعكس تجربة كتير مفيدة للفيلم، والمستشارين كانوا يعني عالميين اللي ساعدونا. يعني الكل بيعرف فترة الكتابة فترة صعبة كتير، ومثل ما تفضلتي بتطول، فالتوجيهات هاي والإرشادات والحديث هو كمان، يعني ما حد بيجي بيعطي وبينظر لا بالعكس بيكون في حديث سلس ومفتوح عن الفيلم أو عن السيناريو، ومن هناك الكاتب يعني بيقدر يروح ويطول من الفيلم. فبالعكس كانت فترة مهمة كتير، ومن بعديها يعني الكتابة بتطول، مش انه رحنا احنا بال2015 يعني انه النص راح يطلع جاهز، بالعكس بتمكن راوي ممكن او الادوات اللي راوي بتعطيها للكاتب بتمكن الكتاب انهم يروحوا وبهاي الادوات يقدروا يطوروا النص يعني من حالهم. أكيد في بكل فيلم المخرج بيشعر إنه في يمكن أفراد معينين أو جهات معينة آمنوا بفكرة فيلمه وساعدوه في استكمال رحلة هذا الفيلم. بالنسبة لإلك مين ممكن يكونوا هدول الأفراد أو الجهات اللي بتحب تحكي عنهم؟ أكيد يعني الأفلام يعني عمل جماعي، مثل ما بتشوفوا بآخر الفيلم بتشوفوا مليون اسم، لأنه هذا كل واحد فيهم بيكون أعطى أو أعطت للفيلم. بجوز ذكرت المنتجين رولا ويوسف، ذكرت صديقي محمود أبو فرحة، بجوز كأفراد بحب أذكر بالتحديد رند عبد النور وأنس بلعاوي اللي هم كانوا مدراء الفن. كجهات كمان كتار، الهيئة الملكية للأفلام، يعني الصندوق الأردني لدعم الأفلام بالتحديد، مؤسسة الدوحة للأفلام ساعدونا، مهرجان البحر الأحمر السينمائي ساعدونا، في لاجوني فيلم مصر، موزعنا ماد سوليوشنز، وفي غيرهم يعني، بس يعني كفكرة بتاخذ الفريق كبير، وكل الأفلام يعني محتاجيتهم كلهم. وبالآخر باسل، يعني في إلك طبعاً اسمك في المشهد السينمائي الأردني المحلي، فكباسل إيش بتحب هيك يعني تعطي أبرز النصائح لصناع الأفلام الجداد الفريش الصاعدين حتى يقدروا يطوروا من ذاتهم في هذا المجال؟ بصراحة الواحد لازم يلاقي الطريق لحاله، بس الشيء الوحيد اللي ممكن أعطيك نصيحة هي إنه الواحد لازم يكون صبور أو وعنده إصرار. اللي في المجال بشتغل من 2006، يعني لي 15 سنة بشتغل بالأفلام، ولمن سنتين أجتني فرصة إني أخرج فيلم طويل، ف الصبر والإصرار. أكيد. شكراً لك كتير باسل، نتمنى لك كل التوفيق بمهرجان لوكارنو، وإن شاء الله بيكون يعني بداية لرحلة طويلة
من المهرجانات اللي شارك فيها هذا الفيلم، وعلى أمل لقائك ولقاء فيلمك في الأردن. كل التوفيق لإلك ولفريق العمل. شكرا لك مريم.